مرحبا. بورتريه لطفل أو طفلة من تونس، نكتشف من خلاله شخصيته وأفكاره ورؤيته لكل ما يدور حوله اليوم، ونستمع إليه يحدثنا عما يحبه وعما يحلم به وعما يزعجه وعما يتمنى أن يغيره أو يصلحه في المجتمع، ونتقاسم معه ما يحلم بأن يصيره يوما ما حين يكبر، وما يحلم بأن يحققه في وطنه، وما هي تونس التي يحلم بها. أنا نحب هو برنامج مع الأطفال، ولكنه ليس للأطفال فقط، بل هو برنامج لي ولك ولك. هو برنامج للمستقبل وعن المستقبل، لتونس وعن تونس التي نتمنى مرحبا يا ريتاج. مرحبا. شو أحوالك؟ لاباس. لاباس؟ لاباس. هيا بي، وديما صوتك هكا ناقصة، علي فيه شوية باش نجم نسمعك. احنا خاطر قاعدين في وسط الطبيعة، حس العصافير وحس القطط وحس الكلاب وحس الكراهب والنسمة هكا ولا ليه؟ هيا بي. مرحبا بيك ريتاج. مرحبا. أنا نحب قدم لنا نفسك صغيرتي. أنا اسمي ريتاج، لقبي دريدي، عمري 8 سنين، نقرا 3A، نسكن حي ابن خلدون 2، نقرا في مكتب حي ابن خلدون 3. عمرك 8 سنين، معناها صغرونا قدنا هكا، صغرونا صغرونا بالحق. باه. وتحسي روحك كبيرة؟ شوي شوي. نص نص. هايبي، انت الكبيرة ولا صغيرة في اخواتك؟ لا صغيرة. انت صغرونا بالكل، شفت كيف طلعتك اللي انت صغيرونا شفتها. مرحبا بك ريتاج. شكون سماك ريتاج؟ شنو معناها ريتاج؟ اللي سميني متى هو ملول خالي. و اسم ريتاج ديما يقولوا لي هو اسم باب مكة الكبير، فما شكون يقول لي غلاف مكة. هيا بي هيا بي، ويعجبك اسمك؟ فرحانة بي، اسم هكا اوريجينال ما فماش منه برشا. عندك صديقات واصدقاء ريتاج؟ اي عندي صديقات. برشا ولا شوية؟ وشكونهم؟ شنو علاقتك بيهم؟ علاقتي بهم باهية، أصحابي معناتها باهين هما، ما حتى كان صارت متحكية بيناتنا هكا وهكا في ساعة نتسامحو، مش ديما نتعاركو وباهي. وصحابك هذوما ساعة بنات ولا ولاد؟ فما بنات وفما شوية ولاد. وين عرفتهم؟ في العائلة في الحومة ولا في القسم ولا وين؟ هو فما شكون عرفتهم في القسم، فما شكون صاحبتي معناتها ملي انا صغيره في الحومه. في الحومه. بيه، كي تتلموا مع بعضكم ولا تتقابلوا وتقعدوا مع بعضكم، شنو تحكيوا؟ شنو المواضيع اللي تحكيوا فيهم ريتاج؟ نحكيوا معناتها على القرايه، نحكيوا معناتها في الدار نحن نعاونوا امهاتنا ولا، وشويه نحكيوا على اللعب. على اللعب؟ شنو اللعب اللي تحكيوا عليه؟ معناتها على الباربي، على حاجات يلعبوا بهم الصغار. وانت شنو اللعب اللي تحبهم مثلا؟ شنو اكثر لعب يعجبوك وتحبهم ريتاج؟ عنديش اي لعبه انت خير من الاخرين، خاطر اللعب نتاعي ما تنلعبش بهم برشا. انا ما عندكش وقت؟ مش ما عنديش وقت، ما خاطر فما لعب نتاعي انت مخبي، مش ديما نلعب بهم. مش ديما تلعب بهم، وقتاش يخرجوهم لك يعطيوك الاذن مش تلعب بهم؟ في العطله. في العطله في الصيف مش متتلاش على القراية هذيك؟ علاش؟ اي وقلت قبيله قلت نحكي اسكن عاونوا امهاتنا ولا لا. احكي لي انت شنو تعمل في الدار؟ في الدار متها شوي كره من مكتبنا نفطر، من بعديك كان ما تبدا عندها متها قاضيه باش تخدمها، نمشي نعاونها متها نعاون. اما متها كي تبدا حاجه متاع كبار وانا ما نجمهاش ما تخلينيش نعاونها. وتقعد تقرا دروسك زادا في الدار؟ وصعاب دروسك وقرايتك ولا مش صعاب؟ فما حاجات نحسهم صعب وحاجات نحسهم سهلين. شنو الحاجات مثلا يظهروا لك صعب ومعقدين شوي؟ كما حاجات في الحساب كبدا فيها ضرب نحسه ساعات صعيبة عليا شوي. فما حاجات تعطيهم لنا انت في الحساب المعلمين يبدو ما انت فما حاجات صعب منهم. وتنجم تقدهم وحدك ولا تسأل باش يفسرولك ولا كيفاش تعمل باش الحاجة صعيبة تولي ظاهرة وسهلة عندك؟ انت كي تبدا مثلا ماما عندها مش معناتها مثلا تبدا قاعدة هكايا شوية نمشي نقولها تفسر لي حاجة، والا كي يبدا بحذايا ولد خالتي ولا بنت خالتي فسرولي. باهي،
وبصفة عامة المدرسة والقسم والمعلمين والقراية حاجات تحبهم يعجبوك وتقوم الصبح هكا وانت ناشطة تمشي تجري لهم ولا لا؟ ايه يعجبوني. علاش تعجبك المدرسة؟ لخاطر جمتها تعجبني، خاطر فيها حاجات بهي وغادي كمتها نفهم برشا حاجات ونقرأ وبلدي، وعنا فم معلمين بتاعنا ساعات كي باش نضحكوا في القسم يبدو يفذكوا معانا هكية، نضحكوا شوية ونقروا شوية نفهموا معناتها حاجة تبدأ مثلا صعيبة ولا سهلة نزيدوا نفهموها مع أكثر، ذاك علاش تعجبني القراية. معناها طيارات هالمعلمين متاعك هذوما يعجبوني على سيدي وسيداتي، يعجبوك على الأخر بالحق، شنو يعجبك فيهم احكيلي؟ هما يعجبوني، تصرفاتهم يعجبوني، تحب برشا حاجات فيهم يعجبوني، يعاملوكم معاملة باهية ويضحكوا معاكم ويفادلكوا. ها حتى وكان نقراو حاجات صعيبة في القسمة، ما الجو مريح هكا والكل الكل كيفاش نقولوا نكلموا بعضنا بطريقه باهيه، فما احترام وفما لطف هكا ولا لا؟ اي اما متفهمه مغاديك في القسم، فما تلاميذ ما انت يبدو ديما مشوشين، على ذلك المعلمين يضغشوا عليهم. شو يعملوا لهم؟ كيفاش يتصرفوا معاهم؟ فما اللي يحطهم ورا الباب، وفما اللي يضربهم، فما اللي يضربهم زيادة ساعات كي تخرج معلمة. كيفاش يضرب بالعصا على صباحهم؟ اي هك بالحق بالمسطرة؟ لا مش بالمسطرة، بالعصا هك. ومثلا كي تخرج معلمة من المعلمين اللي نقرم عندهم يقلبوه القسم بالحس. حتى احنا كي كنا صغار وكنا نعملوا هكاك انا وتوي، ونضربوا بعضنا بالتباشير ونحربوا الدنيا، وسادتي ولا سيدي واحنا نولي جامدين هكا عاقلين كاننا ملايكه، عملنا حتى شيء كلها كيكة. اما انت كيش القبينه نضربوا قسم كامل مش سكان اللي شاوشوا كلكم، نضربوا القسم كامل. هاي نحكيو عليك انت شويه ريتاج وعلى شخصيتك، شنو تحب انت في الدنيا؟ نحب نتاع الطبيعه، نحب أصحابي، نحب عائلتي، نحب برشا حاجات يعني في الدنيا هذه. شنو الطبيعة اللي تحبها؟ نبدأ بالطبيعة. الطبيعة متى كما كي يبدأ الجو كما هكا، كي تبدأ حاجات هادية، حاجات فيهش برشا ضجة من ضجيج. أي وما فيهش تلوث زيادة. أما برد شوية ليه؟ فما شوي برد. درست انا يدي برد، والحقيقة الشمس بدت تهرب. اما الاطار العام محلي الالوان والخضار هكايا والاشجار، وشنو اخر تحب؟ نحب عائلتي برشا. علاش تحب عائلتك؟ خاطر يدلوني، مش على خاطر يدلوني بركة، خاطر هما يحبوني وانا نحبهم، حتى كان يتغشوا عليا ما يقعدوش ديما فيسع يرجعوا. وكيفاش الدلول اللي دلولك فيه؟ احكي لي. هما يدلوني ويحبوني نقرا، يحبوني ننجح، يدلوني كان حبيت حاجه يقولوا لي، كان شفت اصحابي عندهم حاجه وانا ما عنديش يشروها لي يعطيهم الصحه. اي حاجه اي ماكله نحب عليها يشروها لي، ولا يشروا حاجات متى يشروا الحاجات اللازمه باش تطيب ويطيبوها صح. وانت شنو هي الماكله اللي تحبها؟ شنو هي احسن اكله هكا تموت عليها؟ اكله الكسكسي. كسكسي انا زوز حتى انا كيف. تحب الشوكولاته ولا تبيع زاده شوكولاته؟ وتبيع مالها انا زوز ده في الشوكولاته صح وبالشفاء. خليني اسالك شويه، شنو هواياتك؟ نقولوا في اوقات الفراغ، فهمت لي في الصيف عندك الدميه واللعاب يهبطوهم لك من البقعه اللي مخبينهم فيها باش تلعب بيهم في بنك. نعم في بنك، في بنك يخبوهم في البنك. أيه. عارفه بتعرف بلاصتهم معناها، مش سر يعني، مش خفي السر. بخلف الاوقات اللي تعديهم مش تراجع دروس ولا تعاون مماتك شويه في الدار، كيفاش تعدي بقيه اوقات الفراغ نتاعك؟ شنو هوايات اللي تحب يعني تعملهم يعني في العطل وفي سبت واحد مثلا؟ أي. وفي العشيات ما تقراش العشيات زيدا ولا لا؟ نهار السبت الوقت نعرفش ماضي ساعتين ظهر لي. نمشي عندي دونس نقرا في رقص. شنو الرقص اللي تعمله؟ قاعدين نتعلمه باش نعملوا بالين.
كما كي تلبس هكاك. اللبسه نتاع الباليرينا هذيك لا وكولون مازلنا قاعدين نتعلم مش انت ولي بش. وعندك اي انت مازلنا في المرحله الاولى اولى مازلنا اي انت نمزلنا. اخترت تعمل باليه في الحقيقه ما عرفش ما ظهر لي خطا ايه اختارت لك وانت تحب ولا ما تحبش يعجبك ولا ما يعجبكش معلمتنا الكوتش نتاعنا ستي كوثر ياسر معناتها تحبنا وكي كان نجحنا ولا نعملوا حاجات باهيه ديما تعين نهار من نهار نهار تجيب لنا شكاره كبيره فيها الشوكولاته تفرقها علينا تحاليكم نجم نجي نترينا معاكم دانس عادي يا قيانك على خاطرك شكاره نتاع الشوكولاته محلاها باهي وخلاف الرقص شنو اخر؟ تجي مثلا يجي ولد خالتي سامي يجي يبات بحذانا نقعد نلعب انا وياه تلعبوا بعضكم بالكورة والا بالتليفون ساعات ساعات يحبني نقعد نلعب معاه بالتليفون ساعات يبدا شعري يقولي ما نحبش تتفرج معايا اسمع زادة تجي تبات بحذانا شوي خاطر يعطوها برشا دروس ديك تبات بحذانا نقعد ونلعبو ما انت عندك اوقات اللي هكا فرص في وسط الجمعه ساعه ساعه معناتها ولاد خالاتك وبنات خالاتك تنجم تتقابل انت وياهم وتقعدوا مع بعضكم تعديوا وقت مع بعضكم اما مش برشا اخوات عندي انا مش برشا اخوات من الام والبو ما عنديش عندي خاله عندي خاله بركه عرسه عندها بنتها بنتها اسماء هيك هي اسماء وسامي وسيم هذوما هما عندي خالي اما مازال ما عرسش هاي بي ربي فضلهم لك الكل تقرا كتب بريتاج تحب المطالعه شو نوعيه الكتب اللي تقراها مش كتب هما قصص عندي قصص عندي معلمتي ستي هادي زيد نشكرها على خاطرها عطتني وحده كبيره نتاع قصص مجلده مغلفته هي مجلد كبير في برشا قصص ايه. قريت منهم قصة عينت منهم قصة على خاطرها عجبتني ياسر شو علشان تحكي هالقصة اللي عجبتك؟ القصة هي تحكي على ملك ملك اسمه الطغيان قال يحارب حرب معناتها هو على مملكته وفي الاخر بكل قبناية ديك هي انا من اللي ما في باليش فيها القصة هكاكا اما فيها زادة تصور نقرأ مثلا بعد ما قريتها كل القصة نعاود مثلا غدوة نقراها وبعد غدوة لو نتصورها لو نتصور ايه. حاجة ممتعة هذه يا محلية ولا ساعات الإنسان يتمنى يرجع صغرون قدك في العبور بشي يجيو هك الكتب متاع التلوين ويلون هو زيادة نسألك ريتاج عندك وقت تتفرج في عرش في برامج التلفزة مش برشا أوقات خاطر مثلا نمشي نقرا نجي نفطر راجع دروسي كان عندي حاجات تكتب نكتبهم بيه وشنو تعني لك تونس احكي لي تعني لي برشا حاجات اللي هما شنو تعني لي هي الوطن متاعي هي حياتي هي تونس اللي نسكن فيها اللي نعيش فيها ما لازمناش نلوثوها ما لازمناش نرمو حاجات فيها لازم تونس نقعد نحافظ عليها خاطر هي بلادنا هي الوطن تاعنا تاريخك كي تكبر وتكمل شهيدك وقرايتك الكل باش تقعد تعيش في تونس ولا باش تسافر تخدم البر نقعد في تونس خاطر تونس اللي كبرت فيها اي صحيح وشنو هو القرايه اللي باش تقراها نهار اخر وشنو باش تولي نحب نولي طبيبه طبيبه نتاع شنو طبيبه باش نداوي العباد يعني كي يبدا عندهم جاية في ركبتهم في والقلب والكبده خاطر انا نحب كي نكبر نداوي اما جاتك مامتي اي حب تداويها خاطر هي مريضه اي عباش ان شاء الله ربي يشفيها وشنو الاهميه نتاع مهنه الطبيب حسب رايك سلت من انا يداوي الانسان يعاونو باش يخليه الحاجه اللي عنده تتقل من الوجع ينحيها له ويداويه يعاونوا في حاجة باش الوجع نتاعو يتنحى باهي فرضنا انك انت صغرونة نتاع اليوم كبرت وليت انسانة كبيرة مواطنة كبيرة تعرف معناها مواطنة ما هو؟ تولي مواطنة كبيرة عندك خدمة وعندك شهرية وفلوس وعندك قدرة على أخذ القرارات
شنو القرارات اللي تاخذهم؟ شنو الحاجات اللي نهار اخر كي تبدا كبيره وعندك القدره تبدلهم في الدنيا في الحياه؟ نحب نعطي قرار باش ما عادش معناتها كي يبدا عندنا حاويات تاع قمامة ما عادش نرمو في القاع معناتها، حتى كان ما تبداش قريبة بحذانا القمامة عادي نخلوها في يدينا كي معناتها نشوفو بلاصة، مش بلاصة معناتها هك كيما هكايا، بلاصة نحطو فيها الوسخ ويحط فيه أي الحاجة اللي في يده. بعدك كامل الطريق معناتها ما نرموش ما نلوثوش الطبيعة، خلوها نظيفة، نستحفظوا عليها نجم الإنسان يخلي الوسخ هذيك في شكارة في يد ولا في مكتوب ولا في كرهبته حتى لين يوصل للدار ولا حتى لين يلقى الحاوية تعلم تاع البوبيلة. ما شنو الحاجات الأخرين تحب تحكي لي عليهم ريتاج؟ نحب نقول ما عادش معناتها يكسر الأشجار أي حاجة تاع أي نبتة يلقاها يعفسوا عليها، خاطر هذوك يزينوا لنا الطبيعة نتاعنا. وزيد الأشجار معناتها أنا كيما ما نسمع فما كبار يقروا فيها كل الأشجار تعطي الأكسجين، وزيد الأشجار تزين الطبيعة والأزهار والنبتة ذيك من بعد تنجم معناتها تولي من بعديك كبيرة وتزين الطبيعة نتاعنا. ويقعد زادا متها الدنيا كي تمشي لأي بلاصة تلقاها جميلة، مش تبدا متلوثة. أني ساريتاش باش نخليك أنت والكاميرا في آخر البرنامج، شنو آخر حاجة تحب تقولها ولا عندك شي حاجة تحب تقولها؟ نعرفش أنا لعائلتك ولا لأصحابك ولا لمعلمينك ولا للمشاهدين والمشاهدات اللي يتفرجوا فيك في البرنامج. نحب نحييهم، نحب نحيي مدير المدرسة، نحب نحيي المعلمين بتاعي اللي قروني وأنا صغيرة واللي قروا فيا زادا توا، ونحب نحيي عائلتي وأصحابي، ونحيي صاحبتي أميرة اللي عمري ما تفارقت أنا وياها اللي نقرا في التحضيري، حتى أختها سارة. نحيي صاحبتي ولاد خالتي وخالتي وعائلتي الكل، عائلتي أجمعها، خالتي حتى راجل خالتي، حيهم الكل. ونزيد ندعي ان شاء الله امي هنايا تولي لاباس ان شاء الله، ومعناتها نولي لاباس الكل وربي يشفي كل عبد مريض. ربي ينجحك انت في قرايتك ريتاج. شكرا لك انيسه ريتاج، الى اللقاء. الى اللقاء، باي باي.